السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة شاليه مرتفع عن الأرض ب9 درجات، مميز جدا، داخل منتجع سياحي في مدينة 6 أكتوبر شاطئ النخيل. ده المدخل الرئيسي للشاليه، وعندي هنا موجود الفرندة متقفلة كويس جدا ببرج الخشب. ما شاء الله تبارك الله. وعندي هنا دي حمامة السباحة داخل المنتجع. ده شباك الغرفة بحديد زيادة أمان. أو شباك الريسبشن. عندي هنا ريسبشن كبير ما شاء الله، مميز ومتشطب كويس جدا، تشطيب عالي، جبسن بورد. ما شاء الله تبارك الله. عندي دي اللي يطلع على حمامات السباحة، الشباك برضو متقفل عليه حديد. على شمالنا هنا موجود مطبخ أمريكاني. عندي هنا موجود الحمام. وهنا دي غرفة النوم كبيرة برضو ما شاء الله، متشطب وكويس جدا، تشطيب جبسن بورد. الغرفة دي عندي هنا بتطل على الشارع. كده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه مرتفع عن الأرض، غرفة وصالة، ومطبخ أمريكاني وحمام. المساحة الإجمالية للشاليه 60 متر. السعر 170,000 جنيه كاش قابل للتفاوض. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، تشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس ومميز جدا، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.